وطني شارك مجموعة من الغواصين في رسم شعار اليوم الوطني 91 في عمق 15 متر، وتحمل اللوحة عنوان هي دار لنا. خلونا. المشروع كانت نابعة من أحد الأصدقاء الدكتور عبد الله الشريف. كنا في رحلة غوصنا وياه في الليل، وطلعنا فقال لي كابتن إيش رأيك إنه إحنا نحاول نعمل شيء في اليوم الوطني. فمني فكرة ومنه فكرة، تورد إنه إحنا نرسم شعار اليوم الوطني تحت في الموية. فكنا محتاجين عشان ينجح المشروع هذا، كنا محتاجين مصور يكون بروفيشنال، محتاجين رسام تشكيلي قد يكون الوحيد بروفيشنال. ونزلنا تحت على عمق كان تقريبا 15 متر ورسمنا اللوحة، أخذت مننا تقريبا حول الساعة زمان. الله إحساس وشعور رائع جدا وخيال لا يوصف. الغواص العادي لما يغوص ويشاهد الطبيعة والجمال البحري والحيوانات يستمتع، ما بالك لما تنزلي وترسمي وتطبقي هذه المهارة كمان تحت البحر. التقنية بسيطة جدا لكن تحتاج ممارسة، تدريب وتعود، تتعود على تطبيقها دائما. في كل الأحوال الرسم جميل والغوص جميل، فلما يجتمعوا مع بعض الاثنين يعطونا إبداع وجمال وتميز رائع جدا، ما بالكم لما يكون في مناسبة اليوم الوطني 91 للدولة الغالية علينا وعلى الشعب السعودي كله. بداية قبل لا ننزل كنا طبعا كنا جلسنا احنا والرسام كابتن محمد حسنين عشان نعرف كيف طبيعة الألوان، ايش طبيعة التصوير او ايش طبيعة اللوحة اللي هتترسم، كيف دقة الألوان هتكون، عشان احنا هنكون عارفين في أعماق معينة لازم نقدر نصور فيها بكاميرات معينة، مو أي عمق نصور فيه بأي كاميرا. والحمد لله بدينا عاد ناخذ الشتات المناسبة لين طلعنا العمل الفني الحلو هذا الحمد لله.